ألعاب القوى عرفت خلال السنوات الأخيرة بروز عدة أسماء مغربية استطاعت أن تنافس كبار المدارس الأوروبية وأن تجعل المدرسة المغربية مكان يضرب لها ألف حساب. من هذه الأسماء البطل المغربي خالد سكاح الذي شق طريقه نحو عالم التألق واستطاع أن يرسم فضاءات هذه الرياضة أروع الإنجازات. كلمة عند المغاربة لأن المغاربة كلما تحل لهم واحد الباب ولو كيشرفوا الصورة ديال المغاربة كيعطيو واحد النتائج جيدة ونتائج مدهشة اللي كتمنحهم كتمكنهم باش يشاركوا مرات أخرى. وهذا الباب أن هاد العدائين كيتحسنوا من ملتقى لملتقى اللي دهش الصحافة العالمية ودهش كذلك المنظمين. وكنلقاو أن المنظمين الآن كيبحثوا بزاف على المشاركة المغربية والمشاركة الكينية والإثيوبية وكيبغضوا النظر على العدائين الآخرين. خالد السكاح جاء ليكمل مشوار العدائين المغاربة الذين سبقوه إلى ميدان التألق سعيد عويطة وإبراهيم بوطيب، وقد استطاع بالفعل أن يكون خير ممثل لألعاب القوى المغربية والعربية والإفريقية في الملتقيات العالمية التي أعطته الفوز بعدة ألقاب عالمية، كما احتل المرتبة السابعة من بين أحسن العدائين العالميين في الاستطلاع الأخير لبعض وسائل الإعلام الدولية. وقد كان بإمكانه الفوز بالجائزة الكبرى لألعاب القوى لولا المنافسة القوية التي جاءت وللغرابة من مواطنه إبراهيم بوطيب. فوز عليا كيفوز عليا عداء مغربي، وهذا الفوز ديال عداء مغربي كيرجع هذا عدم التنسيق بين العدائين، ودائما ما كنعرفش أنا شكون هو المسؤول، لأننا الآن ما بقيتش كنعرف أنه واش المسؤول الجامعة ولا مسؤولة الوزارة، وهذا لابد التنسيق ما كيكونش بين العداء، ماشي العداء هو اللي يمكن له يتنسق بينه وبين العداء الاخر، لحقاش ان العداء الاخر في اي مسافه كنجريو مسافه وحده ما يمكنناش نكونوا نقدروا ننسقوا بيننا. بعد تألقه في سنه 90 السكاح يستعد لموسم 91 بكل جد. انو كتوال اخوك، انو كتراك عارف والو.